هذا هو الثمار. فبحجاب المرأة لباسها حجاب الشرعي يأمن الرجل من شرها، وهي أيضا تأمن على نفسها، وهي أيضا تأمن على نفسها، فهو سترة، فهو سترة لهذه المرأة إذا لبست الحجاب، حجاب الشرعي الذي يغطي رأسها مع نحرها، صدرها، وكذلك عضديها وثدييها وظهرها. هذا الحجاب فيه شرف وكرامة وسلامة ونعمة وسعادة لهذه المرأة لو كانت تعلم. بعض النساء اليوم صار الحجاب عندهم هذه الأزياء التي تعرف في الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أزياء يعني ثياب، هي ثياب إن أطلقت عليها اسم يستحقها هي ثياب وأزياء لألبسة النساء، وليست أحجبة، ليست حجابا، إنما هي ثياب مفصلة على الجسد، وأيضا عليها تلك النقوشات وتلك الرسومات وتلك الردفات والعطفات وتلك المرابط وتلك الزينة، نعوذ بالله من فتن. هذا فيه من التغرير، من تغرير نساء المسلمات ما فيه، على أنها عندما تلبس ذلك الحجاب المزركش المصعب بتلك الزينة الملمع، وأيضا بعضها الملون، بعضها ملون، تقول أنها متحجبة، يا سبحان الله. هذا من أكبر التغرير، من أكبر التغرير والتلبيس والتدليس على المرأة المسلمة. الحجاب الشرعي هو الذي يغطيها كاملة، وليس في نفسه زينة، ولا يكون حجما لجسدها، لا يكون أبدا حجما لجسدها. هذا يزيدون يفعلون الرطة، يزيد تربة، نعوذ بالله. هناك أيضا فتحات، أعضاءه عنده فتحات من أسفل، وهكذا عطفات، بعضه يكون كله زينة، كله مزركش ملون أبيض وأحمر، وتأتي به بعض الأحيان إلى المدرسة، تأتي إلى المدرسة وهي مدرسة، لأنها مدرسة، مدرسة الطلاب، ومحجب الآن هي محجب. أما إذا ذهبت الجامعة حدث ولا حرج، الفساد الظاهر والباطن إلا من رحم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أصبحت بعض النساء تستحي أن تخرج بحجابها ذاك الأغبر أصفر، يعني الحجاب الذي له فترة وهي دائما تلبسه، تستحي حتى على مستوى الملتزمة، حتى على مستوى الملتزمة حبيه بين الحين والآخر يعني بحجاب جديد، حجاب جديد. يا أخت المسلمة ليس هكذا، ليس هكذا. فإن يقول شيخنا رحمه الله واستطاعت أن تلبس كيس من حق البر وتخرج به، فلتلبس كيس من حق البر جوني، تلبسها من أجل لا يلتفت الناس إلى، يعني يحصل فتنة للناس، لا يفتن الناس به. بعضهم ربما تكون قبيحة المنظر، قبيحة المنظر، أي لا يريدها الرجال، ولكنها عندما تخرج بذلك البرقع تعمل الكحل في عينيها وتلبس
ذلك الحجاب المرصع الملون، يظن الناس الله أعلم ماذا تحت الحجاب هذا. الله المستعان. اتق الله، وليتق الله نساء في لبسهن لهذه الأحجاب، يتقون الله عز وجل في شباب المسلمين وفي رجال المسلمين. والله المستعان. هذه من الفتن يا أخوان، وهذا من الغزو الفكري، الغزو المخطط له. ما عاد تجد يعني ثوب هكذا ثم حجاب شرعي صح إلا بمشقة. إذا وجدته يعني بارك الله فيك يتشرط عليك تفصيل كذا كذا، أما تشتري السوق جاهز لا، ما إلا من هذه البرقعة المزركشة والملونة مزرجرة. لا إله إلا الله. أي نعم، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لو قلنا مثلا المرأة تقول يعني ضعيفة عقل دين، أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين ابن عمها؟ أين ابن خالها؟ أين أهلها؟ حينما يسمحون لهذه المرأة وهي تخرج بذلك الجلباب والحجاب المدركش الملون المزرزر المرصع، وقد يعني ماذا لبست البرقع، بعضهم لم تلبس البرقع فاتح وعطورات. أحسنت بارك. أي نعم، وعطر البخور في الرائحة الكلية، رائحة الجامعة، رائحة المعهد، أو رائحة المدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العكس. أهلها ما رضت. أخانا حمزة يقول الآن يحصل العكس، يعني تريد هي تلبس الحجاب الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أهلها يقول لا لا البسي مثل ما يلبس البنات اليوم الموضة، البسي مثل بقية البنات. ليش يقولوا عنا نحن مطاوعة؟ وبعدين أصبح الحجاب الشرعي، الآن الحجاب الشرعي يقول لك هذه مطوعة، يعني تعرف. حسبي الله ونعم الوكيل. الحجاب الشرعي أصبح يميز المرأة الملتزمة من غيرها، إذا شافوها لابسة حجاب شرعي قالوا هذه مطوعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هذا هو المطلوب، وهذا المطلوب منك أيضا. أبوه يا الله يعني قد يدخل هذا في الديوثة والعياذ بالله تعالى الله. الديوث يعني الذي يرضى بالخبث على أهل. يا أخي ماذا تحب يعني، ماذا تريد؟ أن الناس يطلعون على صور وجوه بناتك؟ بعضهم خبيثين مثلا قد يصور هذه الصور قد ينشرها. أين الغيرة على بناتك وعلى أهلك؟ الله المستعان، فالله المستعان. ها حديقة أما فعلا حفلات التخرج هذه الآن وصلت الحدائق إلى الحدائق، وصلت نعرفها في الجامعة. الله أيوة، قل في القاعات في السمودة في الكلية، أما في الحدائق الله يعني، لأنه هذه حفل التخرج هذا لابد يعني يختلط فيه الرجال مع النساء، فتيات
المتخرجات والشباب المتخرجين، وتصوير وإلقاء كلمات، يتلقي كلمة ويلقي كلمة، وبعدين كأنه لباس موحد يلبسون، ومدري إيش القبعة تلك الخاصة. هذا من الفتن، هذا من الفتن. أيضا من الفتن العظيمة والتي نزيدكم من الشعر بيتا، هذه الجمعيات، هذه الجمعيات قاتلها الله، جمعيات المنظمات، يعني لا يريدون شخصا يشتغل معهم إلا ويشتغل مع الحرم، لا بد يكون بجانبه فتاة حادثها وكلمها. ثم أحيانا يعملون بينهم مسابقات، وأحيانا بعض الأحيان يعني هكذا يجرجرهم إلى أن يلعبوا سوا، يلعبوا سوا، إلى أن يتسابقوا، إلى أن يتحدثوا. رجال مع نساء، رجل يوزعوا، يعني تعمد في إفساد، في إفساد البنات، في إفساد البنات والمرأة والعياذ بالله. هناك يعني قبل أيام امرأة أرادت تدخل معهد، معهد تعلم إنجليزي دورة، فاشترطوا عليها أنها لابد أن تتحدث، يعني بدأت تدرس معهم، فقالوا لابد أن تتحدث يعني هي مع فتاة، هي مع شباب، يعني يتحدثوا يمثلوا الشباب هذا أو هؤلاء الشباب مع هؤلاء الفتيات، ويتكلموا ويتكلم معهم. طيب قالت لهم لو كان رجال، لو كانوا يعني هناك نساء أنا سأمثل معهم، الأمر عادي، لكن تأتوا لي بشاب وأنا أتحدث معه أمثل معه أنا ما أرضى بها. قالوا لا، هذا نظاما، نظاما على، لا بد يعني يحصل انسجام، انسجام يحصل، يعني تتحدثي مع هذا وتتحدثي مع هذا بتاع. حتى الدورات هذه، الدورات هذه التي بعضها يفعلها للمعلمين او الموجهين او دورات المدربين، لا بد يخلطوا فيها من الجنس الثاني. طيب يا ناس، في ناس ما يحبوا، ما يحبوا الاختلاط لا من الرجال ولا من النساء، ويريد يتعلم يستفيد من الدورة هذه، دورة في كذا، دورة في كذا، يعني تحضير أو في شرح الدروس أو 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 بضبط الفصل أو غير ذلك من الأشياء المهمة التي يحتاجها المعلم أو الصحي أو غير ذلك. لا، أقول لك ممنوع، هذا إلزامي، لابد يكون مع هؤلاء الرجال نساء. ما تصلح الدورة إلا كذا، ليه ما تصلح إلا كذا؟ من الذي ألزمك بهذا؟ فتن، هذا من الفتن، فالله السلام عليك. أي مخطط، هو مخطط فعلا، لأن هذه تدعمها سواء المصالح أو المدارس أو الدورات أو المعاهد أو هذه الجمعية، كل المحطمة يعني تطلب فيها هذا الشيء. أي فعلا، هذه الدورات تدعمها المنظمات. تفضل. دورات. أيوة. تخرج صلوا. مجموعة. أيوة، هو يريد يصلوا لهذا، يصلوا.